رسالة جديدة من اتحاد الشغل التونسي للرئيس قيس سعيد. هذه الرسالة تحمل في تفاصيلها دعوة للحوار، وكذلك رفضا لأي محاولات لاستهداف المنظمة أو الحق النقابي. الرسالة تم رفع شعاراتها خلال تظاهرات دعا إليها اتحاد الشغل في مدن تونسية عدة. تونس الحرية، تونس الثورة، تونس التي تنادي بالعدالة الاجتماعية لن يكون فيها قمعا ولن يكون فيها استبداد مهما كانت التكاليف ومهما كان الثمن. نحن دعاة معناها نضال سلمي مدني. احنا سلاحنا الوحيد هو الحجة والإقناع والرأي المخالف. للمزيد ينضم إلينا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري. سيف الدين، إذا انتهت هذه التظاهرات، ما الأثر الذي تركته وأيضا تصريحات الطبوب بالتحديد؟ نعم فضيلة، أهم الآثار التي تركتها مسيرة اليوم أو تجمع العمال اليوم هو الرسالة السياسية كما تفضلت التي يسعى اتحاد الشغل إلى تقديمها طبعا إلى رئيس الجمهورية بشكل أساسي. هذه الرسالة متمثلة في أن مبادرة اتحاد الشغل السياسية مع الثلاثي الباقي، رابطة حقوق الإنسان، منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمادة المحامين، هي يعني يتمسك بها الاتحاد، بل إن رفضها المبدئي من قبل رئيس الجمهورية في تصريح سابق له أدت بالاتحاد إلى فتح هذه المبادرة على الأحزاب السياسية. المسألة في فتح المبادرة على الأحزاب السياسية وكأن فيها شروط بالنسبة لاتحاد الشغل، لأن بعض التسريبات من هذه المبادرة تؤكد أن الاتحاد مصر على عدم العودة إلى ما قبل 25 يوليو. هذا سيقصي حركة النهضة أولا وجبهة الخلاص بشكل أساسي، وأيضا يؤدي إلى نوع من التصفية أو الفلترة لدى اتحاد الشغل لقبول الأحزاب التي يمكن أن تدخل معه في هذه المبادرة، والتي يسميها اتحاد الشغل الأحزاب التقدمية والتي تتطابق مع توجهاته الاقتصادية والاجتماعية. طبعا الرسالة الثانية، يريد اتحاد الشغل أن يؤكد على حقه في الحريات النقابية، إذ لا يعني يؤكد الطبوبي لا يمكن للسلطة الآن أن تضع من يعني يمارسون نشاط نقابي في السجن لأنهم نقابيين. والمشكل هنا يطرحه اتحاد الشغل طبعا من زاوية أن كل من يتضامن مع اتحاد الشغل سواء داخليا أو على المستوى الدولي لا يجب المساس به، لأن المسألة مرتبطة بصورة تونس وبديمقراطية تونس. هذه الانتقادات أساسا موجهة إلى السلطة وإلى رئيس الجمهورية حسب الاتحاد. فضيلة.